السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الرحلة التي نستذكر فيها يوميات الحرب على غزة في برنامج غزة يوما بيوم. نحن في اليوم الخامس 31 من كانون الأول ديسمبر من العام 2008 الذي سجل في نهايته استشهاد 397 فلسطينيا، من بينهم 42 طفلا دون 18 من عمرهم و13 امرأة واثنين من الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة نحو 2000 من بينهم 219 مصابا في حالة الخطر الشديد. بالرغم من استمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها غزة، جدد سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، فيما شاركت الزوارق الحربية في عمليات قصف استهدفت مواقع أمنية وعدة منازل ومناطق مفتوحة في شمال ووسط وجنوب الشريط الساحلي. في ذلك اليوم عدت قناة الحوار تقريرا يوجز أهم أحداثه، لنتابعه سوية. قتال لم يتوقف، بحرا جوا، فيما ينتظر الجميع ساعات السفر للتحرك برا. هكذا بدت غزة في أول يوم للعدوان. وهكذا تبدو إسرائيل في يومها الخامس. فإسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير لم تنجح في وقف الصواريخ ولا في إضعاف قدرات المقاومين على إطلاقها، وحماس بعد كل هذا القتل والتقتيل في صفوفها وفي صفوف أبناء شعبها لم تتوقف عن نبرة التحدي والصمود. وإنما يدور الآن من حديث حول محاولات لوقف القتال كما يقولون، والدخول في تهدئة في هذه الظروف هو من قبيل المساواة بين الضحية والجلاد. صواريخها هذه المرة ذهبت إلى أبعد مما توقعت إسرائيل، سدروت، عسقلان، ثم ها هي بئر السبع. إن تل أبيب باتت في مرمى النيران. في القاهرة وفي مقر الجامعة العربية كان عمرو موسى يلقي أجمل قطعة نثرية على مسامع وزراء الخارجية العرب. إن العدوان الإسرائيلي على غزة إنما هو فصل من مأساة أكبر. إن القذائف تلتهم الحياة في غزة والمستوطفة، والمفاوضات الفارغة التي شاهدناها كان مقصودا بها أن تلتهم الوقت أيضا. والنتيجة كما يكاد يجمع محللون ربما لن تختلف عن سابقاتها، بيان تنديد جديد سيتجه إلى الدرج ويدفن هناك. موقف لم يخطئ الزعيم الليبي في فهمه ولا في وصفه أمام وزراء المغرب العربي. وماذا للعقيد أن يفعل يا ترى سوى أن يطلب من العرب أن يسلموا رقابهم لإسرائيل لتذبح وتسلخ وتفتك وتقتل كما قال؟ محمود عباس وسلطته هم أيضا في مأزق، فالشارع يلعن المفاوضات وعر بها، وحماس رفضت أي جلوس لطاولة الحوار. انتهى وقت الجلوس، وعلى عباس أن يرتدي بزته العسكرية وينزل إلى غزة عبر الأنفاق ليقاتل مع المقاتلين كما فعل عرفات من قبل، هكذا تقول حماس. المظاهرات التي تحركت من جاكرتا وحتى نيويورك مرورا بالعواصم العربية لم تتوقف لليوم الخامس على التوالي، فالغضب يغلي كالمرجل في الشارع والصراخ حتى بين اليهود أنفسهم. لليوم الخامس لم تسقط غزة بعد، وأولمرت يسن صواريخه. العض إذن بدأ، وعض إسرائيل غائر ومضني، ولكن الغلبة ستكون لمن لا يصرخ أخيرا. في هذا اليوم شديد البرودة طاولت اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية الجوية والبحرية جملة من الأهداف المدنية والحكومية،
من بينها أهداف قصفت سابقا مثل مقر وزارة الداخلية ومقرات الأمن الوقائي في غزة وخان يونس وشمال غزة والشرطة البحرية في خان يونس. واستهدفت الغارات مواقع جديدة من أبرزها مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموقع الأمن الوطني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وموقع البحرية قرب منطقة الواحة غرب مدينة غزة. واستهدفت الغارات 8 منازل لنشطاء من المقاومة ومنازل أسر عدد من الشهداء. في هذا اليوم أيضا كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصف المنطقة المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية بالصواريخ وما يسمى بالقنابل الذكية، ما تسبب باندلاع حريق هائل في نفق كان يستخدم لتهريب الوقود من مصر إلى قطاع غزة، إضافة إلى الأضرار الفادحة التي لحقت بعشرات المنازل القريبة من الحدود. على الجبهة الإسرائيلية تواصل القصف الصاروخي للفصائل المقاومة باتجاه مواقع إسرائيلية بعضها يبعد عن قطاع غزة أكثر من 30 كيلومترا. واعترفت إذاعة الاحتلال بسقوط قذائف صاروخية في مدن الجنوب ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بينما أصيب عشرات الإسرائيليين بحالات الهلع. وفي هذا اليوم الخامس تواصل الهدوء في مدن الضفة الغربية باستثناء مسيرة واحدة في رام الله. إضافة إلى تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف المفاوضات مع إسرائيل في حال استمرت الغارات الجوية على قطاع غزة. رغم قناعتنا بالمنهج والهدف وقناعتنا وحرصنا على عدم العودة إلى الوراء أي فائدة من استمرارها بالصورة التي جرت عليها، فنحن لن نتردد في وقفها إذا ما تعارضت مع مصالحنا ومست ثوابتنا الوطنية أو شكلت غطاء للعدوان، فالسلام لا يمكن أن يكون إذعانا أو تفريطا أو استسلاما. على مستوى ردود الأفعال العربية الرسمية لخصت الملكة الأردنية رانيا العبدالله بقولها: الصورة الآن في غزة تصبح أبشع فأبشع مع مرور كل يوم، والصمت كفر، وإذا لم يشعر أهل غزة بأيدينا معهم فالخوف أن غزة ستنسانا. وفيما اعتبره المراقبون مناورة لتعطيل قمة الدوحة التي دعت إليها قطر وسوريا، قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في اليوم الخامس من العدوان في القاهرة الطلب على الفور من مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ لوقف إطلاق النار وفتح المعابر في قطاع غزة بضمانة دولية. واستبقت مصر اجتماع الوزراء بإعادة تأكيد موقفها الثابت والرافض لفتح معبر رفح في غياب قوات السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس والمراقبين الأوروبيين، ما أدى إلى خلاف علني بين مندوبي مصر وسوريا. في اليوم الخامس من العدوان
بدأ يبرز الدور التركي، فانطلق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في جولة على المنطقة زار فيها سوريا والأردن، حيث قابل ملكها ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. عن أسيستنت فورن مينستر عبد الفتاح عمورة. إسرائيليا قرر الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الاستمرار في حربه على غزة، في حين بدأ الحديث في الدوائر الإسرائيلية عن وجود خلاف بين وزير الحرب إيهود باراك الذي يؤيد فحص إمكانية هدنة وبين رئيس الحكومة إيهود أولمرت الذي يرفضها. وهاجم أولمرت بشدة الأصوات التي بدأت تعلو من داخل إسرائيل وتدعو للعودة إلى التهدئة، وقال إنه ستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على قوة الردع الإسرائيلية، وأعلن رفضه حتى للاقتراح الفرنسي بأن تقبل إسرائيل بوقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة من أجل منح فرصة لإدخال مواد الإغاثة. وقالت الوزيرة ليبني في جلسة الطاقم الوزاري إن مهلة 48 ساعة ستكون بمثابة أنبوب أكسجين لحركة حماس ولن تخدم أهداف العملية. على المستوى الشعب العربي والدولي تواصلت حالة الهيجان المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العديد من العواصم. ففي القاهرة تجمع نحو 3000 شخص بدعوة من أحزاب المعارضة المصرية أمام نقابتي الصحفيين والمحامين، وسعى المتظاهرون إلى تنفيذ مسيرة احتجاج في شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة، غير أن شرطة مكافحة الشغب المنتشرة بكثافة لاحقتهم وأوقفت العشرات منهم بعد تعنيفهم. وفي لبنان سارت مظاهرات في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في الذكرى 44 لانطلاقة العمل المسلح الفلسطيني، تحولت إلى تظاهرات تضامن مع أهل غزة وقطاع غزة. وفي اليونان انطلقت مظاهرات كبيرة شارك فيها متضامنون من حركة غزة حرة التي أرسلت في اليوم الرابع للحرب مركبا لكسر الحصار على قطاع غزة، لكنه غير مساره إلى طرابلس في لبنان بعد إصابته من زوارق حربية إسرائيلية. وفي فرنسا شارك الآلاف في تظاهرات في حوالي 10 مدن فرنسية لإدانة الغارات الإسرائيلية. ونبقى في أوروبا وفي لندن تواصل بهدوء الاعتصام اليومي أمام مبنى السفارة الإسرائيلية بعد مواجهات الأيام الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن. وننتقل الآن إلى طهران حيث أقيمت مظاهرات حاشدة شارك فيها الرئيس الإيراني أحمد نجاد. در ماه محرم هست. من دیدم بعضی ها آمدن میگویند فلسطینی ها مقاومت میکنند، سودش را ملت ایران میبرد. اشتباه میکنید، ملت ایران مرکز مقاومت است. خاورمیانه بزرگ نمیشود فقط با یک کمیته برگزار کردن، با دو تا سخنرانی کردن. فرصت بدیم تا صهیونیست ها جنایت کنند.
ظالم جایی ندارد. بالروح بالدم نفديك يا غزة، بالروح بالدم نفديك يا غزة. وفي إندونيسيا سارت مظاهرة حاشدة تندد بالعدوان وتطالب بموقف دولي جاد لوقف المجزرة. أما كشمير فقد شهدت ثلاث مظاهرات منفصلة للتضامن مع غزة. فلسطين کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسرائیل دہشت گردی کامن ویت کامن ویت کامن ویت فلسطینینز ار بینگ کیلڈ، فلسطینینز ار بینگ ڈریون آؤٹ فرام دیئر ہومز اینڈ ہرتھس، Palestinians are being killed, their women, their children, their old and young are being massacred, but the world is sleeping. Azadi. Azadi. Israel! Israel! كما امتدت المظاهرات المنددة بالعدوان إلى بنما وبلغاريا واليابان، حيث حمل المتظاهرون ورودا وشموعا وأقاموا الصلاة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية، وقرع راهب بوذي جرسه حزنا على أرواح الضحايا. يوم خامس إذن يغيب على غزة، الرصاص المسكوب يستمر في الانهمار برا وبحرا وجوا، الآلة العسكرية الإسرائيلية تنشب مخالبها في وجه غزة عروس المتوسط. يحل الليل ويواصل مؤشر الحرارة النزول، بينما يستمر مؤشر الضحايا في الارتفاع. الحصيلة حتى مساء اليوم الخامس 397 شهيدا، من بينهم 42 طفلا دون 18 من عمرهم، و13 امرأة واثنين من الطواقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة نحو 2000 من بينهم 219 مصابا في حالة الخطر الشديد. لعل جنرالات إسرائيل يشعرون بشيء من الراحة للقاء في ذكرى اليوم السادس من الحرب.
bastırmış. Mengeser sedikit tentara-tentara kita dari Yordania.